تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة تفسير الأحلام، واليوم حنحكي عن تفسير حلم تفتيش الشرطة للبيت. لا يعتبر هيدا المنام من المنامات الحلوة أو المريحة، وبدل كمان على حالة من القلق عم بعيشها صاحب المنام. للمرأة المتزوجة بدل هيدا المنام على تدخلات بعلاقتها، على تدخلات عائلية أو خارجية بعلاقتها مع الشريك، ومن الضروري أنها تكون كتومة على أسرار بيتها. للفتاة العزباء بدل هيدا المنام على لقاء مع شخص من أهل الشرطة، وكمان ممكن أنه يتقدم لها عريس يكون موظف حكومي. لرجل الأعمال أو الموظف بدل هيدا المنام على طلب المساعدة من الأشخاص أو من أحد الأشخاص يلي بيمتلكوا معارف ونفوذ بالدولة. هيدي كان تفسيرنا لحلم الشرطة، رؤية الشرطة بالبيت أو تفتيش البيت من قبل الشرطة. ضلكم بألف خير وباي باي.